الشرطة بالمحافظات والإدارات الأمنية المعنية جهودها المبذولة لتحقيق السلامة العامة وضمن الجهود الوطنية للتصدي لتداعيات جائحة كورونا، والعمل على تحقيق أمن وسلامة كافة المواطنين والمقيمين، مشددة على أهمية الاستمرار بالتقيد بتعليمات وتوصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا وأنجاح جهود مملكة البحرين في مواجهة الجائحة لخفض مستوى انتشار الفيروس بما يسهم في حفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وتجاوز هذا الظرف الاستثنائي، مؤكدة أن الواجب الوطني يحتم على كل فرد في المجتمع أن يطلع بدوره ومسؤوليته من خلال الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية للوصول إلى النتائج المرجوة.